لو تشميم الخاص بالكتل، وبالمناسبه في الدرس ديال الكتل موجود على القناه مشروح بطريقه جد جميله وجد مبسطه، كنتمنى انكم تشوفوه هكذا كيف كنقول لكم دائما باش تعززوا المكتسبات ديالكم ويكون عندكم واحد السهوله في انجاز الفروض داخل القسم. لحقاش اي حاجه بغيتوها تعودتوا عليها ولا انكم كتمارسوها بصفه اللي هي مستمره، انا متاكده ان النتيجه ديالها غادي تكون جميله جدا. الفروض غادي يكون فيهم واحد التميز ملحوظ، غادي يكون واحد ملاحظه ديال ان المستوى ديال التلاميذ ولا الاطفال ديالكم يعني انه ولا الاحسن، يعني انهم المستوى ديالهم تحسن للاحسن. اذا نشوفوا التمرين رقم 6. اذا ما هي كتلة الفستق؟ كنلاحظوا ان هنايا عندنا الفستق، عندنا هنا ميزان، كنلاحظوا ان الميزان في حالة توازن اتفقنا. نشوفوا في كفة الميزان الاولى هناك فستق، وفي الكفة الاولى عفوا كاين جوج ديال السنجات، السنجة الاولى الوزن ديالها 100 غرام والسنجة الثانية الوزن ديالها 500 غرام. اذا كنلاحظ ان الميزان هو في حالة كيف قلت لكم توازن، اذا غادي نحاولوا نديروا الجمع ديال السنجات او عدد الجرامات اللي في السنجات باش نكتشفوا او الكتله الحقيقيه ديال الفستق. اذا 100 غرام زائد 500 غرام هي 600 غرام، 100 غرام زائد 500 غرام هي 600 غرام، اذا ان الوزن الحقيقي للفستق هو 600 غرام. نشوفوا التمرين الثاني. اذا ما هي كتله الكره؟ كنلاحظوا ان عندنا ميزان كذلك في حاله توازن اتفقنا، عندنا كره ها هي محطوط حداها واحد الصنجه للوزن ديالها او الكتله ديالها 20 غرام، في حين ان الكفه الاخرى للميزان فيها صنجه كبيره الوزن ديالها 100 غرام والثانيه فيها 20 غرام. احنا المطلوب منا هو اننا نتعرفوا على كتله الكره، باش نعرفوا كتله الكره خصنا نحيدوا او نزولوا من هنايا صنجه للوزن ديالها 20 غرام، وبالتالي باش يبقى الميزان في حاله التوازن خصنا كذلك نحيدوا صنجه اخرى من الكفه الاخرى. اذا وبالتالي غادي تبقى عندنا الكره، اذا كنحيدوا هذه اتفقنا وكنحيدوا هذه حتى هي، ومن هنا كنكتشفوا ان بقات عندنا 100 غرام والكره، وغادي يبقى دائما الميزان في حاله التوازن. اذا وزن الكره هو 100 غرام اتفقنا. ونهايه الشرح ديال الفرض الخاص بماده الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي. اذا الى درس قادم ان شاء الله والى اللقاء.